المالية عنوان حلقة الليلة من برنامج دين ودينار، وضيفي الليلة فضيلة الشيخ الدكتور محمد المنجد المشرف العام على مجموعة زاد. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. حياكم الله. فضيلة الدكتور، قبل أن أدخل في صلب الموضوع، هنالك من يدعي ويقول حجم النزاعات المالية ليس كبيرا على نحو ينذر بالخطر. ما مدى صحة هذا القول، وهل توافق فضيلة الدكتور؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الله عز وجل خلق النفوس فيها شح وفيها حب المال، وتحبون المال حبا جما، وكل يريده لنفسه، ولذلك تقع المنازعات، والله قد علم أنها ستقع، ولذلك جعل في شريعته ما يمنع وقوعها وما يرفع وقوعها إذا وقعت. يكفي أن نعلم أن 85% من النزاعات القضائية على المستوى الدولي، على المنازعات القضائية على المستوى الدولي تحتوي على بعد مالي. 10 مليار دولار حجم منازعات قضايا الاستثمار في المركز الدولي لفض المنازعات بباريس، منها 300 مليون دولار تخص قضايا منازعات الاستثمار في أحد دول الخليج، 100 مليار ريال حجم الأموال الميتة بسبب التنازع والخلافات بين أبناء العائلات والأسر بما فيهم الورثة في منطقة مكة المكرمة وحدها في عام 2012. عدد القضايا التي سجلتها المحاكم السعودية في العام الماضي خلال 80 يوم فقط وصل إلى 107 ألف قضية، بواقع أكثر من 42 ألف قضية حقوقية بنسبة 44% تقريبا. كانت الخلافات المالية سببا في زج 6000 شخص في السجون في عام واحد في الإمارات العربية المتحدة وحدها فقط. كشفت ورقة عمل بمنتدى الشركات العائلية عام 2015 على أن الأموال المحتجزة بسبب النزاعات العائلية في المحاكم المحلية تقدر بنحو 20 مليار ريال بسبب النزاعات بين أبناء الأسرة بعد وفاة المؤسسين، مما يتسبب في انهيار بعض هذه المنشآت وفشلها أو تراجع نجاحاتها. تعرض رئيس مجلس إدارة شركة الإلكترونيات الكورية العملاقة سامسونج إلى رفع دعوى مدنية ضده من قبل أخيه نتيجة النزاع على جزء من ميراث والديهما تصل الحصة إلى 623 مليون دولار. لا غرابة أن تلجأ العالم إلى إنشاء محكمة دولية جديدة في هولندا لفصل الخلافات المالية المعقدة في لاهاي، ويمكن وفيها 80 قاضي يسهرون على حل النزاعات. هيئة الاتصالات تتدخل لحسم 10,000 نزاع بين الشركات وعملائها خلال 6 أشهر في بلد من البلدان. كم جريمة قتل حصلت نتيجة لذلك؟ كم ناس واحد بين يعني بين أفراد أسرة، واحد يقتل أباه أو أمه وشقيقة، وشاب يقتل صديق العمر، مشاجرات بين عوائل، دخول السجن، تعطل مصالح وأشياء كثيرة. تقدم للمحكمة من أجل رفع شكوى مالية على 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 صاحبي، على شريكه، على ورثة بينهم بين بعض. فالحقيقة يا أخي أن هناك آلاف القضايا، وهناك مشاكل أسرية كثيرة، وهناك قطيعة وأشياء لا حصر لها ولا عد بسبب هذه القضية. أنا لا أشك فضيلة الدكتور، بحسب الإحصائيات التي ذكرتها وهي إحصائيات حقيقة مرعبة، هذا يعني أن الحديث أو قضية النزاعات المالية قضية مهمة ينبغي أن تتناول حقيقة في كل وسائل الإعلام وحتى على مستوى المؤسسات العلمية والمؤسسات الإعلامية. فإذا هو ليس كما يقال أن الحجم ليس كبيرا وأن الموضوع ليس خطير، وهذا يعني يجعلني حقيقة أن أطرح هذا الموضوع في هذه الليلة لأهميته حقيقة، ولأن هناك حاجة ماسة تمس واقع الناس اليوم. وكما تفضلت، الموضوع لم يقتصر أيضا بين التجار، حتى بين أفراد الأسرة الواحدة في الميراث وغير ذلك. قبل أن أيضا يعني أدخل في صلب الموضوع، لو حدثتنا فضيلة الدكتور عن أنواع النزاعات المالية وصور هذه النزاعات. في الحقيقة نجد نزاعات بين شريكين في التجارة، بين دائن ومدين في القرض، بين بائع ومشتري في عقد بيع، خلافات مالية بين الزوجين في المهر والنفقة على المستوى الأسري، نزاعات مالية بين الموظفين والعمال وأصحاب العمل على الرواتب في عقود العمل، نزاعات بين الورثة حول التركة، نزاعات على أراضي عقودها مزورة، نزاعات على تأخر حقوق المالية في عقد الإيجار، نزاعات بسبب شيكات بدون رصيد، نزاعات بين دول، نزاعات بين شركات كبرى في خسائر مالية فادحة تترتب على ذلك. فإذا الحقيقة أن الأطراف متنوعة،
سواء كانوا مجموعات أو سواء كانوا أفرادا. يعني هل نتكلم عن الوسائل أم نتكلم عن الصلح ومعناه ومن ثم نعود إلى الوسائل الآن فضيلة الشيخ؟ لا، يمكن أن نوجز، يعني نوجز الوسائل بسرعة حتى ندلف إلى الصلح. نجد أن الله سبحانه وتعالى جعل في هذه الشريعة المباركة المحكمة وما فرطنا في الكتاب من شيء، جعل لنا أشياء، إجراءات كثيرة متعددة لمنع وقوع النزاعات أصلا. يعني ربنا سبحانه وتعالى يعلم أن الإنسان يطغى ويبغي وينسى ويجحد، فمثلا شرع لنا كتابة العقود، شرع لنا كتابة الديون، إذا تدينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه، كم مرة ذكر الكتابة؟ وليكتب بينكم كاتب ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليولي الذي عليه الحق. فإذا الله أرشدنا إلى هذا، ليش ذلكم؟ يعني هذه الكتابة أقصد عند الله وأعدل وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، وحتى ما يصير شكوك بينكم. النبي صلى الله عليه وسلم كتب، يعني حتى صلح الحديبية كتب عليه الصلاة والسلام هذا الصلح. كذلك مثلا الإشهاد، أشهدوا وأشهدوا ذوي عدل منكم، وإذا ما في رجلان، ما وجد رجلان، رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. كذلك الرهن، مثلا تريد أن توثق حقك، توثق حقك برهن، ما يحدث بعد ذلك منازعات، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. نجد رابعا الضمان والكفالة، هات ضمين هات كفيل، مثلا ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. نجد مثلا في القرعة، النبي صلى الله عليه وسلم مثلا حل نزاعات بالقرعة، سواء كان يعني مثلا لما مات واحد من الصحابة وكان قد أوصى بعتق 6 أعبد وما له غيرهم، والوصية ما تنفذ إلا بالثلث، يعني ما تنفذ إلا في 2 من 6، جعلهم 3 مجموعات عليه الصلاة والسلام، ضرب القرعة، الاثنين اللي طلع لهم اللي هم عتقة، الباقي راحوا للورثة. كذلك مثلا قاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر. كذلك نجد تحديد الثمن في الشراء لازم، تحديد الأجرة في البيع في الإجارة لازم، حتى ما يصير في نزاعات. بيطلع مع صاحب الليموزين، كم يدك يا أخي؟ اطلع ما نختلف. بعدين يختلفوا، يستأجر عمال في شغلة، كم بدكم يا جماعة؟ اللي بيجي منك طيب، بعد ما يخلصوا العمل حدث نزاع. ليش ما نطبق الشرع في قضية تحديد إيش؟ تحديد الأجرة مثلا، بيان الهبة البيان يعني. هذا كله فضيل الدكتور عدم الوضوح كما تعلمون عند التعاقد والجهالة في الأجرة أو في الثمن، هو الذي في 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 نهاية المطاف يؤدي إلى ويفضي إلى النزاع الذي يعني حذرت منه الشريعة الإسلامية. معي حقيقة اتصال، لكن أود أن أسألك فضيلة الدكتور، هل من يعتبر من وسائل الشرعية لحل النزاع أن يسامح الإنسان ويتنازل عن حقه؟ وهل الأفضل فعلا أن يطالب بحقه ويذهب إلى المحاكم وربما يوكل محامي، أم أنه يعني يحتسب مصيبته عند الله ويتنازل عن هذا الحق؟ يعني من ناحية الشرعية أيهما أولى لهذا الإنسان؟ واسمح لي أخذ هذا الاتصال من الأخ محمد من السعودية، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. صوتك واضح أستاذ محمد، تفضل. صوت واضح جدا، أمسي عليك وعلى سماحة الشيخ الدكتور محمد من جدة. باختصار شديد أعرض على سماحة الشيخ 3 نماذج، وأطمح أن أسمع جابة كما عهدناه شفافة، وهو رجل شرعي وإن شاء الله فيه الخير. النماذج اللي هي الأجهوري وشركة المعجل وصناديق البنوك البنكية الاستثمارية في سوق الأسهم 10 سنوات وهي في خسائر، لا هي راضية في صلح ولا في هيكلة ولا في أي شيء، ولا هي راضية أنه تعترف بالخطأ والاعتراف بالخطأ بالشجاعة. وعزائنا في هذه الصناديق أن وجود شركات لها صناديق استثمارية تستثمر في نفس البنك وفي نفس الشركات اللي تستثمر فيها، فيها ما شاء الله أرباح مليونية. وكذلك أحمد الله أنه في هذه نتكلم صناديق بنوك، نتكلم عن بنوك ونتكلم عن مؤسسة نقد وعن هيئة سوق المال وعن صناديق السيادية ابتداء عن صندوق الاستثمارات العامة. نطمح من سماحة الشيخ أن
يوجهنا او يوجه رساله لمن يهمه الامر لانهاء هذه المعاناه. على سبيل المثال انا جوري 30 40 سنه وما زالوا يعطون بين فتره على فترات متباعده 10% 20%. مع العلم عزائنا في هذه الشركه اراضيها في مكه وجده والمدينه والشيخ وابخت في هذه الاراضي وقيامها. وكذلك في المعدل ما شاء الله تم طرحها بمبالغ وارباح وميزانيات طيب. ثم انهارت. اخي يا استاذ محمد انا الوقت حقيقه ضيق علي، انا وصلت الرساله، اشكرك شكرا جزيلا. وانا اعتقد انه السؤال المحوري هو الاسراع في هذه النزاعات، عندنا نزاعات وهذه شركات ضخمه وتعمل باكثر من جانب، لكن في احدى نشاطاتها في خسائر والنشاطات الأخرى في أرباح، لكن الموضوع معلق في ولا تحل هذه النزاعات مع العملاء والمستثمرين. تسمع الجواب، شكرا لك أخي محمد. فضيل الدكتور أنا سألتك حقيقة قبل الاتصال الموضوع، هل يمكن للإنسان أن يتنازل عن حقه أن يسامح، وهل ترغب الشريعة بذلك أم أنه يطالب بحقه، أيهما أفضل؟ بل إن المسامحة هي التي ندب إليها الشرع، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وأن تصدقوا، إيش يعني أن تصدقوا؟ تسامحوا وتتنازلوا. والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في هذا، وجاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال حضرمي يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض كانت لأبي. قال الكند هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. النبي عليه الصلاة والسلام قال حضرمي لك بينة، قال لا، قال لك يمينه، قال الرجل الفاجر لا يبالي على ما حلف عليه، قال ليس لك منه إلا ذلك، فانطلق ليحلف. فقال عليه الصلاة والسلام لما أدبر أما لئن حلف على مالي ليأكله ظلما لا يلقين الله عز وجل وعنه معرض. الاثنين اللي جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم يتنازعوا لما وعظهم بكوا بكيا وقال كل واحد مالي للآخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى ذلك، يعني قال أما يعني إذا رضيتم خلاص اقترع، خلاص يقسم المال إلى قسمين متقاربين والقرعة وكل واحد يأخذ القسم، وما انتهينا يحلل كل واحد الآخر. فطوبى لمن سامح وطوبى لمن تنازل ولو عن بعض حقه، والحقيقة هذا باب أجر عظيم. ولعله يعني بين الأهل يكون أولى، لا سيما أحيانا نسمع نزاع بين الأب وابنه وبين الأخ وأخيه، لعله بين الأرحام والأقرباء أيضا الشريعة ترغب لعله أكثر من ما يكون بين الغرباء. صحيح، وهذا التسامح يعني في الحقيقة أطيب للنفوس، يعني أنت لو جيت قضيت قضاء إلا ما يكون في النفس شيء، أما إذا تسامح. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما قال فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار، وبكى الرجلان، قال أما إذا فعلتما ما فعلتما فاقتسما وتوخيا الحق ثم تحالا. وبهذه الطريقة إذا كان يعني النفوس خرجت طيبة راضية هذا والله أحسن للنزاع وأبعد عن الفتن. وأدعى لتماسك الأسر والمجتمع والمجتمعات جميعا. فضيلة الشيخ الأخ محمد، أستاذ محمد طرح موضوع النزاعات بين شركات كبيرة ضخمة، هي تحقق أرباح وفي جهة أخرى ربما تكون هي على نزاع مع بعض المستثمرين وتؤخر هذا في إسراع هذا الحل، ما هي الرسالة التي يمكن أن نوجهها في هذا المجال؟ أولا أن يكون هناك توكيل، لأن هؤلاء العدد الكبير ما يمكن يعني للواحد يجي قاضي يحكم بينهم، فلما عندما يجعلون أمرهم إلى شخص مثلا كذا وذاك الطرف الآخر عنده شخص، قضية ابعثوا حكم من أهلي وحكم من أهلها، لجوء إلى التحكيم وإلى المجالس العرفية وإلى الوساطات وإلى أهل الخبرة. وعندما أيضا تتدخل حقيقة مثل وزارة التجارة الآن في المملكة يعني بقيادة وزيرها المبارك، في لهم جهود ممتازة في مسألة الإسراع بحل المنازعات وتصفية المساهمات المعلقة والأشياء المشربكة، والحقيقة أنجزوا إنجازات كبيرة جدا. يعني عندما صار في اهتمام وتسريع، لما صار في اهتمام وتسريع انحلت أشياء كثيرة جدا. وبعدين إذا كان ما في استعداد للتنازل بين أي طرف من الأطراف، طب ما تنحل القضايا؟ وإذا اجتهد القضاء واجتهد القضاة وتفرغت صار في توجه حقيقي ورغبة في الصلح، يعني إذا صارت النوايا طيبة إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما.
وكمان اذا ايضا ما صار في حياديه وعدم انحياز، لانه في مصالح ايتام، مصالح ناس متعطله. فالحقيقه ان الاسراع بهذا من اعظم الامور التي فيها حفظ المال الذي جاءت به الشريعه في مقاصد الخمسه. وعلى الشركات ان تبادر ايضا لي يعني حل هذا النزاع واعطاء الحقوق المترتبه عليها، والا تتلكأ، لانه يعني مبالغ ضخمه، ولا سيما انها تربح بنشاطات اخرى. صحيح، ما يصير معاندات بين المحامين، وما يصير قضيه اطماع سبحان الله اشتغلت، والرشاوى اذا اشتغلت تتعطل اشياء عظيمه من مصالح الناس. لكن فضيلة الدكتور، نحن نتكلم عن التسامح، وقلت أنه ترغب به الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي والاقتصاد الإسلامي، لكن للإنسان حق أن يطالب بحقه، هذا هل هذا الأمر من الناحية الشرعية يعني فيه حرج، أم أن الأمر جائز لكن الشريعة تفضل الصلح وتفضل التسامح؟ بلا شك أن صاحب الحق، إن لصاحب الحق مقالا، ولا يجوز إجبار صاحب الحق على التنازل. من أكبر الأخطاء في مسألة فض المنازعات إجبار صاحب الحق على التنازل، ما يجوز إجباره. لازم إذا يطلب منه المسامحة بنفس طيبة، وسواء كان مسامحة كاملة أو مسامحة جزئية، في الحالتين لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وإذا واحد قال أنا أريد حقي كامل بالملي، نقول لك ذلك، هذا حقك، ما أحد يستطيع أن يمنعك منه شرعا. هنا لكن هنا فضيلة الدكتور، لو يعني تنوه إلى أمر، يعني بعض الناس يظنون عندما يتحاكمون ويحكم القاضي أو المحكمة لصالحه وهو يعلم في قرار نفسه أن الحق ليس له، هل هذا الحكم يحل له المال الذي يعني جعل له من خلال الحكم من حكم المحكمة أو القاضي؟ كلا والله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما وعظ في المسألة وقال لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فإنما أقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخي فإنما أقطع فلا يأخذ منه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من نار. فوعظهم، يعني لو أن القاضي حكم بالظاهر أو أنه صاحب الحق ما عنده بينة فقال الآخر اليمين فهذاك حلف وراح، هل معناه خلاص هذاك اللي يعني معه الشيء صار الحلال المال حلال زلال عليه؟ لا طبعا، ولذلك قال اقطع له قطعه من نار، انا اقضي على نحو ما اسمع، انا اقضي على الظاهر، لعل بعضكم الحن بحجته من بعض. هذا مسكين مثلا بينته راحت، كان عنده ورقه ضاعت، كان عنده شهود ماتوا، كان قص وثق قال له شهود، قال له كفى بالله شهيدا ومشي على الكلام، وبعدين غدر به مثلا. هذا حكم القاضي لا يحل حراما ابدا. نعم، هذه يعني حبينا حقيقه ننوه الى، لانه مساله مهمه. هناك بعض الناس يظن انه اذا القاضي حكم له فهذا المال يصبح حلالا له 100%، مع انه يعرف في قراره نفسه ان هذا المال لاخيه وليس له. اشكرك فضيله الدكتور على هذا التنويه. اود حقيقه الان ان انتقل الى المحور، موضوع الوسائل، وسائل حل النزاع، سواء عن طريق ما يسمى المجالس العرفية أو الصلح أو المحاكم الدولية أو المحاكم أيضا داخل الدولة. صحيح، يعني طبعا نحن لابد أن ننبه إلى أن شرع الله لابد أن يسود، وما يجوز التحاكم إلى غير شرع الله، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الفاسقون الظالمون. والله تعالى قال إن الحكم إلا لله، فمن أسمائه تعالى الحكم، فهو يحكم بين عباده، له الحكم ومنه الحكم عز وجل بين العباد. نعم. ولذلك سنتكلم على قضية أنه لا يجوز الاصطلاح على خلاف الشريعة، لا يجوز الصلح يكون في شيء حرام، ولكن مسألة مثلا لجان فض المنازعات، مسألة الوساطات، مسألة تقريب وجهات النظر في وجعل شخص محايد وسيط، هذه ترى يعني عند المسلمين وعند غير المسلمين، هذه لا مانع، لو اتفق على خبير مالي غير مسلم للصلح يصلح، لا مانع، لا حرج في ذلك. نعم، لكن القاضي إذا قال يقضي لازم القضاء بالشرع، قضاء بغير الشرع حرام، لا يجوز التحاكم إلى غير الله، هذا يعرض الإيمان كله أصلا خطر. لكن مسألة تجيب خبير
تأخذ رأي خبير مالي حتى قد لا يكون مسلما، لكن يعطيك مثلا إذا كان محايدا حقيقيا يعطيك مثلا نظرة عادلة، فلا مانع في ذلك، لا ينحاز لأي من الطرفين. جميل. حقيقة معي مشاركة من سعادة الدكتور عبد الستار الخويلدي الأمين العام للمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم. سعادة الدكتور السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وعلى ضيفك الكريم حياكم وعلى المشاهدين الكرام. حياكم الله. سؤالي لك سعادة الدكتور، بحكم خبرتكم الطويلة في التحكيم والمصالحة، ما أهم الأمور الوقائية التي تحد من النزاعات المالية بين المتعاقدين وبين الناس، لا سيما في عالم المعاملات المالية؟ هو الحقيقة يعني الوقاية تبدأ في وقت مبكر، فلو كانت معاملة مصرفية على سبيل المثال تبدأ الوقاية من دراسة الجدوى واختيار العميل وكذلك ضبط الضمانات، كما أنه في نفس الوقت لصياغة العقود أهمية، فوضع الشروط الدقيقة والمناسبة والافتراضات الممكنة فيها وقاية. فإذا كانت الشروط دقيقة ويعني الأسعار مضبوطة والالتزامات محددة، فهذه كلها تعتبر من الوقاية. وكذلك في العقود لابد من النص على كيفية فض النزاعات، كذلك نوع من الوقاية، هل يتم فض النزاعات بالصلح أو يتم بالتحكيم أو يتم بالقضاء؟ هذا ينص عليه داخل العقود؟ نعم نعم، ينص على ذلك، لأن فض النزاعات لا يترك هكذا، يعني صيغة فض النزاعات لا تترك مفتوحة، وإنما من الحكمة أن يتم النص على ذلك صراحة في العقد بأن يتم اللجوء إلى الصلح مثلا أولا، وإذا فشلت المساعي الصلحية يتم اللجوء إلى القضاء، أو أن يتم النص على التحكيم، والتحكيم يعتبر كحكم القاضي. فإذا وصلنا إلى التحكيم وهو عدالة اتفاقية قريبة من الصلح، حيث يتم اختيار المحكم فرد أو ثلاثة محكمين أو أكثر، وكل طرف يختار محكم، فنحن الآن قريبين من العدالة الصلحية. وإذا حصل النزاع، أرجو أن تبقى معي دكتور. نعم. حتى بس أخذ هذه المسألة فضيلة الدكتور محمد، يعني فيما يتعلق بالمجالس العرفية، الدكتور يتكلم من واقع وهو يعني رئيس المركز الإسلامي الدولي للصلح للمصالحة والتحكيم، وتأتيه بعض العقود لا سيما التي تكون بين المصارف الإسلامية وغيرها، وقد قضوا ببعض، وهي تعتبر المركز ربما الوحيد عندنا في الدول العربية. موضوع الصلح هنا كنت تتكلم فضيلة الشيخ عن لجان عرفية، هل يمكن أن يقضي هذا، أن يفي بالغرض؟ يعني الآن الصلح في قضية التقريب بين الشخصين مباشرة، هذا بلا شك أنه هو أعلى المراتب، لكن أحيانا يكون في أشياء في النفوس بحيث أن الالتقاء المباشر لهؤلاء مع كل الخلفيات السابقة صعب، فلا بد يعني لما يقول ابعثوا حكم من أهلي وحكم من أهلها، من كل واحد يوكل طرفه وتوكل طرفها، وذان الطرفان يجتمعان بدون شحناء سابقة، ممكن يكون هذا مؤهل أكثر إلى التوصل إلى حل. كذلك لما يكون في وساطة، لما يكون في يعني لجنة للحل، لما يكون في وسيط محايد، بلا شك أنه سيكون يعني هذا أقرب. لما تصير الحلول ودية، لما يصير الجلسات المناقشة، لما يصير في قضية مثلا رضا بتحكيم طرف ثالث، خصوصا إذا كان صاحب خبرة، أو تكون لجنة عدة أشخاص، بلا شك أنه هذا سيكون أقرب إلى الحق، أقرب إلى الحق لما تتعدد يعني تعدد يعني أهل خبرة. نعم. سؤالي لك فضيلة الشيخ، يعني هذه الأشياء التي تتكلم عنها، وجود اللجان والتفاوض واللجوء، هل هذا المبلور في الفقه الإسلامي؟ هل فقهاؤنا وضعوا لنا يعني معايير معينة وضبطوا هذه الأمور، أم أن الأمر ما زال يعني عبارة عن فتوى
يفتيها المفتي، وبالتالي هي غير ملزمة لكلا المتعاقدين بعد أن يجلسوا ربما أيام طويلة ويقربون وجهات النظر، وآخر شيء تكون غير ملزمة. هل فقهاؤنا مثلا نظموا هذه الأمور سواء القدماء أو المعاصرين؟ هل هنالك بحوث حول هذا الموضوع؟ أي طبعا. الآن مثلا لما يعتبر يعني عدد من أهل العلم أنه حكم الحكمين قاضي، حكم الحكمين ملزما، حتى في مسألة الخلافات الزوجية أنه خلص اتفق الحكمين والقاضي سيأخذ برأي الحكمين. فإذا المسألة يعني في مسألة اتخاذ الحكمين وماذا يفعلان والحكم وحكمهما الملزم، وقول عمر رضي الله عنه ردوا الخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث بينهم الضغائن، يعني أن المسألة معناها مأطرة أصلا، يعني جميل من عهد عمر رضي الله عنه وهو يرد الخصوم حتى يصطلحوا، وأنه ما توصل القضية للقضاء إلا في الأخير، لأن القضاء يعني في إذا صارت كذا حكم يعني حكم الحدي هذا نعم يطلع على الأقل طرف ما هو راضي، صحيح، غير لما تصير المسألة فيها نوع من الصلح. فلذلك على أي حال أنه قضية يعني النبي صلى الله عليه وسلم تولى هذا بنفسه، هذا يدل على أنه لما حكم بين كعب بن مالك وابن أبي حدرد لما تولى الإمام يعني إمام المسلمين بنفسه تولى الصلح، طيب ولما أشار به وأشار بيده خير الصلح الشطر، نعم إيش معنى ذلك؟ لما راح في قصة جابر بين الغرماء هو بنفسه وقال صنف تمرك من أجل هذه القضية، جميل، لما صالح هو بين الزوجين يعني تولاها أكبر طرف في الدولة، جميل، هذا كيف يعني من مسألة في الشرع مسألة كبيرة يعني. جميل. نعم. دكتور سعادة الدكتور عبد الستار، عندكم في المركز هل هنالك تأطير لهذه المسألة، وكيف تبدأون وكيف تنتهون وماذا يقدم كل طرف، وهل التحكيم عندكم ملزم أيضا؟ نعم، هو الحقيقة ما تفضل به سماحة الشيخ دقيق إلى حد كبير، بسعل أن اللجان العرفية هي في الحقيقة أقرب إلى الصلح، لها سلطة معنوية، ولكن رأيها لا يرقى إلى مرتبة حكم التحكيم، باعتبار أنه التحكيم ينتج حكم بالنسبة لطرفي النزاع، بينما الصلح ينتج حلا رضائيا، والتحكيم لا يفترض تنازل عن الحق، بينما يعني الصلح في تنازل من الطرفين أو من طرف واحد، في التحكيم كذلك يأتي الحكم من طرف ثالث، بينما في الصلح قد يأتي الصلح من المتخاصمين دون تدخل طرف ثالث. والحقيقة على المستوى الدولي الآن نحن نعيش رجوع إلى هذه الآليات تحت مسمى جديد، وهو مسمى الوسائل البديلة لفض النزاعات، هكذا المصطلح معتمد دوليا، الوسائل البديلة لفض النزاعات أي يعني الصلح والتحكيم والوساطة. رجوعا إلى سؤالكم حول ما هو معمول به في المركز، الحقيقة المركز أطر هذه المعاملات خاصة التحكيم أساسا والصلح، والتحكيم لدى المركز كما هو التحكيم في سائر المراكز التحكيم الأخرى هو حكم ملزم ونهائي ويفرض على الأطراف، بينما الصلح هو تقريب وجهة النظر ولا يفرض رأي المصالح على الطرفين. الحقيقة المركز يصل الآن إلى تأهيل يعني مصالحين في المجال، لأنه ورثنا في تاريخنا الإسلامي الصلح بين الزوجين، والصلح بين الزوجين له بعد اجتماعي وبعد أخلاقي في رأب الصدع، مثلا موضوع رعاية الأطفال أو موضوع سمعة العائلة، بينما إذا دخلنا في المعاملات لابد من إيجاد حل يكون عادل من الناحية المالية. لكن دكتور عبد الستار يعني فضيلة الشيخ أشار أن في 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 الشريعة وفي تاريخ الإسلامي أن النبي عليه الصلاة والسلام حل مشاكل ولجأ إلى الصلح في معاملات مالية وليس فقط في العلاقة بين الزوجين. أنا حقيقة لعلي شيء يعني
نعمل حلقة كاملة حول المركز الدولي الإسلامي للصلح والمصالحة الذي تقومون به. سعد كثيرا فضيلة سعادة الدكتور بوجودكم، شكرا جزيلا لكم. سعدت وبارك الله فيك نفسيا. شكرا لكم فضيلة الشيخ. دعني أعود مرة أخرى، والصلح خير. والآن يعني الدكتور عبد الستار يقول أنه حتى على مستوى الدولي الآن عادوا إلى ما يسمى بالوسائل البديلة، هذا المصطلح الذي اعتمدوه والذي يعني الصلح، والصلح كما قال الله عز وجل والصلح خير. ما هي الوسائل أيضا التي يمكن أن نفعلها بالصلح في المنازعات المالية؟ الصلح خير من المنازعات، الصلح خير من الاستقصاء، استقصاء كل طرف في الحق. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأصلحوا بين أخويكم، هذا المبدأ الإسلامي العظيم الذي يحقن الدماء ويطيب النفوس ويعيد الحقوق، وفيه التنازل وفيه السماحة وفيه طيبة النفس، هذا التوفيق، هذا رفع النزاع وإزالة الخصومة. في الحقيقة هذا الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما وحرم حلالا، هذا الذي رغبت فيه الشريعة، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الشرع كيف رغب فيه؟ إنا لا نضيع أجر المصلحين. ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ إصلاح ذات البين، هذا وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما، سبب جلب الرحمة. فأصلحوا بين أخيكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، هذا نوع من الصدقة. كل يوم تطلع الشمس تعدل بين اثنين، صدقة. هذه القضية العظيمة بهذا التحفيز الشرعي معناها قضية كبيرة ولها. وإذا كانت الدول الآن رجعت إلى، نحن أصلا ما رجعنا إلى، نحن أصلا موجود عندنا أصلا. حلو. هذا الذي حتى يعني يجوز أن يخبر فيه الإنسان بأشياء من أجل رأب الصدع. حلو. يقضي على نزاعات، يعني هذا الصلح الذي فيه براءة ذمة يا أخي، هذا فيه بقاء مودة، هذا فيه منع إراقة دماء، درء مفاسد ممكن يصير فيه أحيانا، تتطور الأمور إلى شقاقات خطيرة جدا. صحيح. ويكفينا كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تولاه بنفسه، ولما جاء القصة العظيمة كعب بن مالك وابن أبي حدرد ويطلبوا، ارتفعت الأصوات والنبي صلى الله عليه وسلم كشف الستار، قال يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، فأشار بيده. هذه إشارة، أشار بيده، يعني ضع الشطر من دينك، قال قد فعلت يا رسول الله، قال لأبي حدرد قم فاقضه الآن. فإذا شوف كيف أشار. صحيح. ورغب. صحيح. وهذا رضي، وقال آخر يلا عجل، عجل الآن قم، يلا عجل الآن قم. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك لما راحت هذه ثابت بن قيس، جاءت زوجته تقول ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكن أكره كفره في الإسلام، قال أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم، قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. شو هذه؟ مو بس قضية نزاع بين زوجين، هذه قضية مالية الآن. صدق. قضية مالية، في خلع وفي تنازل عن مال، والشرع جعل المصلح بين المتنازعين لدرجة أنه ممكن يأخذ من الزكاة، يأخذ من الزكاة في قضية الإيش الغارمين. أما بالنسبة للآليات، أولا البدء بالصلح قبل فصل القضاء، لأنه عمر لما قال ردوا الخصومة حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث بينهم الضغائن، رغب واحد. اثنين، فهم المشكلة وتحديدها والتصور العام للقضية. يعني دكتور قبل أن نتكلم عن فهم، أريد أن أقف عند موضوع أنه بداية أن لا يلجأ المتخاصمين إلى المحاكم، بداية فليحاولوا حلها صلحيا. والدكتور عبد الستار يقول أنه من الأهمية بمكان أن يكتب في العقود إذا كان هنالك نزاع ماذا يفعل كلا المتخاصمين، هل يذهبون للصلح أم للمحاكم؟ ولعله أيضا من المناسب أن يعينوا اللجان التي يمكن أن تفصل بينهما قبل أن يعني يرفع الملف كاملا إلى المحاكم. إذن هذه أول ربما وصية نقولها للمتخاصمين، أنهم بداية يحاولون. نعم. نعم. بالذات في قضية الآن، شوف الآن إحياء مبدأ الصلح هذا وإنما توصل للقضاء، فهذا يساعد كثيرا في التخفيف على المحاكم، التخفيف على القضاة، قضية تطويل المسألة، لأنه الآن تخفيف نفقات أيضا، كل النزاعات ستصب. أيوة. ففي توفير أوقات على الجميع، وفي توفير حتى أشياء مالية، وفي توفير، وبعدين السرعة، السرعة عامل الوقت، يعني عامل الوقت. صدقت. عامل مهم جدا. صدقت. لكن أحيانا ما يصير عندنا أهليات جيدة، ما يصير عندنا ناس أهل خبرة،
أهل حكمة يتولون الموضوع، وإلا كان ترى صارت قبل المحكمة يكون في مجلس، يعني مجلس قبل ما توصل للقاضي يا أخي، في مجلس أحيانا في غرفة الانتظار في المحكمة، في غرفة الانتظار في المحكمة بتنحل أشياء قبل ما توصل القاضي، لأنه في واحد صاحب نية حسنة كان جالسا. جميل، لماذا هذه التجارب يعني لا تعمم؟ وأنت ذكرت يعني عندكم أيضا في المملكة أنه الآن والحمد لله وزير العدل أنه بدأ التجارة والعدل بدأ تفعيل بعض الآليات، وكان هنالك أثر إيجابي كما تتفضل. بلا ذلك نقول إحياء الموضوع هذا يحل كثير من الإشكالات في عالم التجارة وعالم الاقتصاد وعالم القضاء، يعني المسألة بالإضافة إلى قضية طبعا لحمة المجتمع. أحسنت. لحمة المجتمع. أي نعم. تسمح لي فضيلة الشيخ أخذ هذا الاتصال. أبو محمد من السعودية تفضل. أبو محمد تفضل يا ابو محمد. الو. تفضل ابو محمد. لا ما في. اعتذر من ابو محمد، حقيقه الوقت يعني ضيق جدا. فضيله الدكتور، اعود الى فضيلتكم، كنت تتكلم عن اليات الصلح وايضا اهميه تفعيل هذه الاليات في المحاكم، ان يكون هنالك لجان قبل ان يرفع الامر الى القضاء او الى القاضي للحسم والفصل بالنزاعات. ويعني هناك تجارب طيبة الآن بدأت، ويعني وجهت رسالة لمن يسمعنا لتفعيل هذه الآليات، لأنها كما تفضلت لها آثار إيجابية سواء على مستوى الفرد أو على مستوى المجتمع، وأيضا اختصارا للأموال والجهود والوقت ونحو ذلك. طيب بعد ذلك إذا يعني فشلا في الصلح، المتخاصمين فشلوا أن يصلوا إلى الصلح. طيب نحن قلنا طبعا البدء بالصلح قبل القضاء، قلنا فهم المشكلة وتحديدها والتصور العام لها، قلنا الاستماع لجميع الأطراف المتنازعة، الترغيب في التنازل، توسيط حكيم أمين مشهور عادل، تحييد الأطراف التي تثير المشكلة، حكمة المصلح، وجود الرغبة في الصلح بين الطرفين إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، اختيار الأجواء والأماكن والأوقات المناسبة للصلح، الإحاطة الموضوع بالكتمان، أن يكون مبنيا على علم شرعي، تحري العدل في الموضوع، فأصلحوا بينهما بالعدل. لاحظوا ما قال أصلح أي يعني أي صلح على أي شيء، لا فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. ولذلك ابن القيم قال الصلح نوعان، صلح عادل جائز مبني على مرضاة الله أساسه العلم والعدل، وصلح باطل يحل الحرام ويحرم الحلال، كالصلح الذي يتضمن أكل ربا أو إسقاط واجب أو ظلم طرف ثالث. ثم في قضية البدء بتليين القلوب وحفظ الأخبار. هنا سؤالي معذرة دكتور للمقاطعة، هل يجب من الناحية الشرعية على القاضي قبل أن يفصل بالقضاء في المسألة، هل يجب عليه من الناحية الشرعية أن يرغب في الصلح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا القضاة في الإسلام؟ نعم يشير عليهما بالصلح قبل أن يقضي. وقد قال العلماء إذا أشكل الحق على القاضي ولم يتبين المصيب من المخطئ وتقاربت الحجتان وجب الصلح. وكذلك لو كان الحق على غني والآخر مثلا حق لغني والآخر معسر ضعيف كذلك يشير به ويرغب. ترى القاضي ما هو سيف وسكين نازل، لا هو أيضا رحمة، هو واعظ، هو مصلح، هو جامع للنفوس. جميل. هو مرغب. هو مذكر، وهذه مسألة مهمة جدا في سرعة إنهاء القضية. وكذلك إذا طال الخصام، إذا وقعت عداوة بين أطراف، إذا كان دخلت فيها قبائل وعشائر، إذا تعاظمت المشكلة، هذه كلها تؤكد. وإذا علم أن القضاء والحكم لا ينهي المشكلة، يعني أحيانا بين قبائل وبين ممكن أحيانا القاضي بحصافته يدرك أنه الحكم لن ينهي الموضوع. وكذلك لو كان المتخاصمين مثلا أقارب من ذوي الهيئات مثلا، كل هذه عوامل تؤكد على القاضي أن يبدأ، والناس أصلا قبل حتى ما تصل إلى القضاء على أن تمر بمرحلة الصلح. حالات يتأكد فيها الصلح، أنواع الصلح، شروط الصلح. الصلح بين المتخاصمين قسمان.
صلح الحطيطة. طيب معلش معذرة دكتور أبو محمد مرة أخرى، خلينا ناخذه إذا سمحت. تفضل أبو محمد. تفضل يا أبو محمد. ألو. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة عليكم الله. السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي الله يسلمك ويرضى عليك، أنا سامع الحلقة والكلام ده حلو جدا، والصلح خير ما في شك. لكن أنا رجل مضى على قضيتي 8 سنوات حقوق مستحقة، ثم عندي حجة على من يحتفظ بحقوقي، حجة أخرى، فمو من حقي أقيم عليه دعوة في شيء ثاني عشان يفرج عن حقي. حقي ما فرج عنه. الآن أنا أقمت دعوتي، ودعوتي أقوى من دعوته اللي هو ماسك فيها حقوقي أنا. أوكي، الآن 8 سنين يجي القاضي ويقول لي طيب نعمل صلح بينكم، خلاص والصلح خير، وأنسى الموضوع ده. 8 سنوات وأنسى الموضوع ده، وأنا في عناء شديد من قلة المادة أنا وأهلي وأولادي، ثم يأتي ليقول لي انسى الموضوع ده وخلاص اتركها لله. الله على عين والرأس، نتركها لله والصلح خير، ولكن أين الحقوق؟ أحسنت، تسمع الجواب. أشكرك أخي أبو محمد، سؤال وجيه يا فضيلة الدكتور. هو يقول سمعت قصته، لا أريد التعليق لأنه عرضها بشكل جيد. أولا هو غير ملزم بقبوله، يعني هو غير مجبر على أن يدخل في الصلح. لو واحد قال أنا نفسي لا تطيب وأنا أريد حقي كاملا وأنا لا أتنازل، الآن القاضي لن يجبره، يعني إجبارا على الصلح لن يجبره إذا كان حقه كما يقول واضحا والبينة واضحة والحجة واضحة. خلاص إذا عنده بينة واضحة القاضي سيحكم البينة وانتهينا. لكن يبقى الترغيب قائما، يعني الآن لنفترض جاء إلى القاضي والبينة واضحة حجة واضحة، لكن من سنوات دكتور، يعني دعني أتكلم بلسانه إذا سمحت، يعني ربما فضيل الدكتور من سنوات وأنا حقي عند الرجل، وآخر شيء يجي القاضي اللي خليها لله عز وجل واحتسب أجرك عند الله، وأنا حقوقي وحقوق أولادي وحقوق أسري من سنوات ولم تقضى هذه المشكلة. يعني ألا تعتقد فضيل الدكتور أن القاضي قبل أن يرغب ينبغي أن ينظر بحيثيات القضية كلها، بحيثيات القضية كلها، حتى لا يكون الأمر أيضا يعني وقع غير مقبول على الطرف الآخر. واسمح لي معذرة دكتور، أخذ أبو القاسم من المغرب. أبو القاسم. أيوة نعم. تفضل أخي أنت على الهواء. السلام عليكم. وعليكم السلام. أشكر فضيلة الدكتور ووصيتكم على هذا الموضوع اللي هو من الأهمية بمكان فيما يخص المجال المعاملات المالية. غير المداخلة ديالي سوف ترتكز فقط على التجربة المغربية. احنا في المملكة المغربية ولله الحمد القطاع البنكي المغربي خلق مؤسسة عن طريق البنك المركزي، هيئة مختصة في مجال الوساطة وليس التحكيم، وهي فقط هذه الهيئة تبت في الخلافات التي تنشأ ما بين المؤسسة البنكية والعامل. جميل جميل. إذن هذا في القطاع البنكي. أما فيما يخص المنازعات التي قد تنشأ ما بين العامل والتاجر، فهناك غرف التجارة المهنية لها قسم يختص في البت في هذه النزاعات في حالة ما إذا كان هناك خلاف ما بين الطرفين. إذن فالقطاع البنكي له هيئة مختصة بين الزبون والمؤسسة البنكية. جميل. على أساس أن الأطراف إذا لم يتوصلوا إلى حل ودي عندئذ يمكن اللجوء إلى القضاء. والمغرب التجأ إلى هذه الخطة نظرا لأن من المعايير الدولية الآنية فيما يخص جلب الاستثمارات وهو ما تستغرقه المسطرة القضائية. عند نشوء نزاع، عندما ينشأ نزاع داخل المحاكم، يعني المحاكم. والله أنا أشكرك أبو القاسم على هذه نقل هذه التجربة، ولعله أيضا يعني في كل بلد حقيقة في تجارب ناجحة، أيضا عندنا في دولة الإمارات في دبي أيضا هناك تجربة ناجحة في المحاكم ويقومون بها. تعميم هذه التجارب حقيقة من الأهمية بمكان، ومن أجل تأطيرها وأيضا يعني الوصول إلى الأفضل. معي أبو محمد، أرجو الاختصار قدر الإمكان. أبو محمد تفضل. أبو محمد
أعتذر من أبو محمد. فضيلة الدكتور، أنا سألتك حقيقة سؤال، أنه هل دائما القاضي ينبغي أن يرغب بالصلح حتى ولو شاف أنه أحد المتخاصمين يعني ظالم ويجور على الطرف الآخر، أم أنه الأمر ينبغي هنا يعني البت في القضية؟ تفضل دكتور. إذا كان هناك بينة واضحة ثم ذاك قد يكون الطرف الآخر محتارم، قد يكون له عدة قضايا وسبق أنه أوتي به إلى القاضي في احتيالات أخرى، طبعا في هذه الحالة لن يقول له يا أخي تنازل وذاك مجرم، بل سيحكم عليه ويلزمه ويمكن أن يعاقب بالسجن بأشياء أخرى حتى يدفع الحق الذي عليه رغما عنه رغما عن أنفه، لأن هذه يعني لا يستحق أن يعطى فيها تنازلا، مثل هذا المحتال النصاب لا يستحق أن يعطى تنازلا. لكن قلنا لما تكون قضية أحيانا بين مجموعات كبيرة أطراف قبلية، أحيانا يكون الشخص يعني المحقوق أو اللي عليه الحق واحد مثلا ضعيف فقير وذاك الآخر غني، ما يضره يعني صحيح. لو تنازل فيتأكد على القاضي. فإذا هو الآن يعني فعلا هي المسألة كما تفضلت فيها مسألة أنه انظر في نفس القضية حتى لما تشير بشيء تقبله النفوس مثلا، إيش الحالة اللي يتأكد فيها القاضي يوصل للصلح مثلا. والأخونا من المغرب لما تكلم فقط أنا أريد أن أؤكد على مسألة أنه حتى في القضايا البنكية لازم تكون الشريعة هي التي تحكم، وإلا ممكن نحط لجنة أو هيئة أو ما هذا فتيجي تقضي بدفع الربا، تقول له انت الان اقترضت يلا ادفع الربا غصبا عنك، يعني لانه ما هو لانه صحيح كلامك. ولذلك يعني المركز الاسلامي للمصالحه والتحكيم حقيقه اعتنى بهذا الموضوع وان لا يكون هنالك صلح مخالف للفقه الاسلامي. انا دكتور الوقت طيب. ادركني حقيقه وعندي يعني 3 دقائق ولكن عندي محاور مهمه وبدي اعتذر من ابو محمد لانه لن نستطيع ان اخذ اتصاله. انواع الصلح دكتور وشروطه بايجاز لو سمحت حتى نذهب الى ما يترتب على انعقاد الصلح. طيب صلح الحقيقه ان يتنازل عن بعض حقه ويتصالحان على ذلك كما مرنا عنه في قصه كعب. 2 صلح المعاوضه، مثلا له حق يقول له طيب يعني عوضني عنه، يمكن يكون عقار فيعوض، يمكن يكون مثلا نقد فيعوضه بعقار، يمكن عقار فيعوضه بنقد، سيارة يعوضه وهكذا. وكذلك أحيانا مثلا وديعة تلفت مثلا. صلح التخارج يعني مثلا مجموعة ورثة في عقار، فيقول واحد طب أنا يقول طيب أنت أخرج ونعطيك مبلغ كذا، فيعطونه مبلغ فيصير على إيش؟ على تخارج. أحيانا يصالح الزوج زوجته على بعض المهر مقابل كذا، بدون طبعا يشترط أنه ما يكون فيها إكراه. ما يكون فيها إكراه. وكذلك أحيانا يكون الصلح على تأخير الدفع، أحيانا يكون الصلح على تقسيط المبلغ مثلا، على تقسيط المبلغ. أحيانا يصير مثلا مثل في حالة أنه الصلح على 500 ريال مثلا شهريا للحضانة و2000 على المبالغ السابقة اللي ما اندفعت فتصالحوا على كذا. وضع بعض الدين في مقابل تعجيل القضاء نوع آخر من الصلح، أنه جميل. طيب يلا عجله الآن، ادفع كل المبلغ طيب. الآن وخلصنا نكتفي مثلا مقابل طيب. دكتور خلينا نتكلم عن شروط الصلح، نكتفي بهذه أنواع الصلح. وجود التراضي ما في، لازم يكون الصلح عقد مراضاة، لا يصح معه الإجبار ولا خلاف بين الفقهاء على ذلك. جميل. ما في شيء اسمه مسدس فوق راسك تتنازل تصلح غصبا عنك، وحين تجيبوا الزوج أهل الزوجة يكرهوه على شيء معين كما نعرف. كذلك أن لا يكون الشيء المتنازع عليه في حق من حقوق الله تعالى، يعني مثلا تنازل عن حد من حدود الله، نسقط لك زكوات مقابل تدفع مبلغ كذا، هذا طبعا حرام لا يجوز. أيضا من شروط الصلح أن يكون المصالح عنه حقا ثابتا للمصالح، فإذا ما له حق ثابت أصلا ما يجوز. ومثال، ما يجوز 2 يصطلحوا على إيش؟ اقتسام حق عام تبع بيت المال، يقول والله أنا اختصمنا أنا وياك على الطريق، نقسم بيني وبينك الطريق، الطريق مو تبعك ولا تبعه أصلا. صحيح. صحيح. أن يكون الشيء المصالح عليه مالا حلالا متقوما، ما هو خمرا ولا خنزيرا ولا. إذا هذه باختصار بعض الشروط. انعقاد الصلح دكتور والنصائح التي يمكن أن نوجهها لتفعيل الصلح وللمتخاصمين. دقيقة. إذا تم الصلح بالشروط الشرعية لا يملك أحد العاقدين فسخ عقد الصلح هذا والتراجع عما اتفق، ليه خلص الساقط
لا يعود، ما يجب عليه يزعل منه يقول له اي انا رجعت انتهينا. كذلك الصلح لا يحرم حلالا ولا يحل حراما. جميل. كذلك الصلح هذا ايش ترتب عليه طبعا تفعيل، نقول نصائح عامة تفعيل هذا في المحاكم الشرعية. جميل. قبل الوصول إلى القضاء. إنشاء مكاتب للصلح. إنشاء هذه اللجان فيها المختصين وأهل العدل والخبرة، وضع خطة عمل يتم التصالح فيها في الأموال، هذه اللجان المنبثقة ذات الخبرة، وإنشاء صندوق خيري لتبني حتى تفريغ المصلحين أو إعانة المصلحين بالمال. حقيقة. إنه حتى مو شرط تأخذوا من المال. صحيح. ممكن نعطيكم. صحيح. من تبرع مثلا. أي نعم. أنا حقيقة سعدت كثيرا فضيلة الدكتور، وكانت حلقة حقيقة بكل المعايير يعني شيقة حقيقة، لكن الوقت أدركني. مشاهدي الكرام، باسمكم جميعا أتقدم بالشكر الجزيل.